نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت علام الغيوب. طلبة طلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. النهاردة هنتكلم على التقريب الأقرب 10 و100 و1000. معكم الأستاذ محمد السيد بلال. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة لوجيستا التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. النهاردة بنتكلم على عملية التقريب زي ما قلنا، وهو موضوع سهل جدا، وكتير من الطلبة يعني ما تعرفش تعمل عملية التقريب، فان شاء الله هنقولها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وتفهمها. التقريب الأقرب 10، أولا علامة التقريب بنعملها إزاي؟ بنعمل علامة يساوي وفوقها الرمز كده، يبقى دي اسمها علامة الإيه التقريب. طيب ليه إحنا بنعمل عملية التقريب؟ ليه بنلجأ لعملية التقريب؟ يعني في بعض الأحيان بنلجأ لعملية التقريب لما نشوف مثلا إيه المسافة بين بلدين. طبعا هنقولها مثلا المسافة بين بلدين مثلا بنقوله 5 كيلو. طبعا هي مش بالظبط 5 كيلو، بتبقى أقل شوية أو أكتر شوية، بس إحنا بنقوله بالتقريب تطلع 5 كيلو. كمان لما يجي يقول لي عدد سكان مثلا مدينة مثلا 30,000 نسمة، يقول لك 30,000 نسمة، خلاص طبعا هما مش بالظبط 30,000، انما يكونوا اكتر او اقل، فاحنا بنقوله بنلجأ لعملية التقريب. طيب ازاي بقى نعمل عملية تقريب لعدد الاقرب 10؟ لو انا عندي عدد وليكن مثلا كام، وليكن العدد ده 2 2 وكام و70، لاحظ ان ال 72 ده يقع ما بين مين؟ ما بين ال 70 وال 80، ما بين ال 70 وال 80. فانا دلوقتي عايز نعمله بحيث يكون الاحاد بتاعه مش عدد، ما فيهوش ما فيهوش الاثنين ديت، ما فيهوش اي رقم تاني غير الصفر. فبنعمل فبنيجي نعمل بقى نقربه لاقرب 10، فبنعمل علامه التقريب كده، ادي اللي يساوي كده اللي هي علامه التقريب ديت. ونيجي على مين؟ الاثنين دي شايفها كويس، هنخليها اللي هي في رقم الاحاد نخليها صفر، نخليها اول حاجه نخليها صفر، ونبص لمين؟ الاثنين. الاثنين ديت طالما هي اقل من الخمسه، اقل من الخمسه بنلغيها خالص، بس كده بنلغيها ونجي حاطط السبعه. يبقى هنا هنقوله ان 72 لما قربتها لاقرب 10 اصبحت كام؟ اصبحت كام؟ 70. طيب لو احنا خدنا حاجه تاني، تعالى معايا، لو احنا قلنا مثلا 67، برضه 67 اهوت، وعايز نعمل عمليه تقريب لاقرب مين؟ لاقرب 10. يعني الايه 67 ديت نعمل لها عمليه تقريب لاقرب مين؟ 10. طب فاحنا بنعمل اول حاجه بنعملها زي عشان نعمل عمليه تقريب، بنيجي على السبعه، السبعه ديت خلاص ونخليها صفر، كويس. طيب وبعدين هنبص للسبعه، هلاقي السبعه ديت مالها؟ اكبر من الخمسه، يعني خمسه او اكبر بتمشي معانا. لقيت ان السبعه ديت مالها؟ اكبر من الايه؟ الخمسه. طالما هي اكبر من الخمسه بتدي للعدد اللي بعده اللي هو في قناه العشرات واحد، هتتحول بدل ما هتبقى كده، يبقى هنا بنزود واحد على مين؟ على الايه؟ السته. طالما العدد ده اكبر من الايه؟ اكبر من الخمسه او يساوي الخمسه، بنضيف واحد على مين؟ على الايه؟ العدد اللي بعده، يعني العدد اللي بعده مين؟ سته. واحد زائد سته سبعه، يبقى اذا انا قربت هنا لكام؟ العدد ده هو بقى اصبح دلوقتي 67، اتقربت لكام؟ ل 70 تقريبا. طيب لو احنا حبينا نشوف عدد تاني وليكن عدد زي ده كده، هنقوله العدد ده مثلا 5 وكام؟ و40، وعايز برضو نقربه لاقرب مين؟ الاقرب 10. يبقى انا دلوقتي بنقربه لاقرب شغلنا كله تقريب لاقرب مين؟ 10. طب نعمل نيجي برضو نفس الحكايه، الخانه الاحاد اللي هو خانه الاحاد دهوت هنلغيه خالص، نعتبره ونخليه صفر. طيب نيجي بقى نبص الخمسه ديت، الخمسه بتخلي العدد معانا بتزود واحد عليه، يبقى الخمسه او اكتر، يعني الخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه بيضيفوا واحد على العدد اللي هو في خانه العشرات، يعني هنضيف واحد على مين؟ على الاربعه. طب واحد واربعه خمسه، يبقى نقوله في الحاله دهيت ان ال 45 لما قربناها لاقرب 10 اصبحت كام؟ 50. طيب لو انا خدنا عدد زي ده مثلا وليكن بالصوره دي كده، عدد زي ده كده ماشي ماشي، يلا نشوف مع بعض عايز نقربه لكام؟ لاقرب مين؟ برضو 10. طيب نعمل بنيجي على العدد اللي في خانه الاحاد، مين اللي في خانه الاحاد؟ السبعه، بنخليه صفر، خلاص بقى كام دلوقتي؟ صفر.
طيب السبعة ديت من الأعداد اللي هي إيه؟ أكبر من الخمسة، خلاص خمسة وأكبر، بتضيف واحد على مين؟ على الأربعة، واحد وأربعة خمسة، يبقى خمسة، يبقى الناتج يطلع لي بمية وكام؟ وخمسين تقريبا. طب دلوقتي هنتكلم على بقى إيه؟ التقريب الأقرب مية. التقريب الأقرب مين؟ 100. طب عندي عدد كده بيقول لي قربوا الأقرب 100، مثلا عدد زي كام؟ 300 كام؟ 62، بيقول لي قربوا الأقرب إيه؟ أقرب 100. طيب هنا بقى برضو نقربوا الأقرب 100، بيقول لي عشان نقرب العدد ده أقرب 100. طيب نعمل إيه؟ بنيجي على خانة الأحاد والعشرات، خلي بالك بقى معايا وركز عشان نفهم مع بعض. بنيجي على عدد خانة الأحاد والعشرات نخليهم أصفار، يعني الاتنين نخليها صفر والستة نخليها صفر، يبقى نخلي ست صفر صفر. طيب نيجي بقى على العدد اللي في خانة مين؟ ركز معايا، العدد اللي في خانة مين؟ العشرات كام؟ ستة. الستة أكبر من الإيه؟ الستة أكبر من الإيه؟ الخمسة، نبقى نحط واحد فوق الإيه؟ فوق الإيه؟ التلاتة. واحد وتلاتة كام؟ أربعة. يبقى أنا كده قربت الرقم اللي هو 362 لأقرب 100 إلى أصبح كام هنا؟ 400، لأنه ده هينحصر ما بين ال 300 وال 400، خلاص يبقى العدد ده يقع ما بين ال 300 والإيه؟ وال 400. فبنعمل إيه؟ بنيجي على العدد اللي في خانة الأحاد والعشرات، أول عدد رقمين نخليهم أصفار. طيب ونشوف العدد اللي هو اللي في خانة العشرات الستة ديت أكتر من الخمسة، نضيف واحد فوق، يبقى واحد وإيه وتلاتة أي أربعة. طيب ما تيجي نشوف مسألة كمان برضو لأقرب 100، تعالى نتعلم إزاي نقرب لأقرب 100. أعطاني رقم زي ده كده هوت، بيقول لي برضو عايز تعمل عملية تقريب لأقرب إيه؟ أقرب 100. طيب نعمل إيه؟ نيجي على العددين اللي في خانة الإيه؟ العشرات والآحاد، يعني خلي العددين دولت الرقمين دولت أصفار، صفر صفر، خلاص كده؟ طيب نبص للواحد، الواحد ده أقل من ولا أكبر من الخمسة؟ أقل من الخمسة. طب ما بنضيفش حاجة على السبعة، نيجي حاطط السبعة، يبقى إذن لما قربت الأقرب إيه؟ 100، أصبح الرقم كام هنا؟ 700. طب ما نيجي ناخد مسألة كمان ونشوفها مع بعض، تعالى نشوف مع بعض كده. 1305 وإيه؟ وإيه؟ وأربعين. تعالى نشوف العدد ده، وعايز نقربه الأقرب مين؟ برضو الأقرب 100. طيب نعمل إيه؟ نيجي على العدد اللي في خانة مين؟ الأحاد والعشرات، نخليه أصفر، أدي صفر أهوت وأدي صفر. طيب نبص لمين؟ نبص لإيه؟ للأربعة. الأربعة دي كده لازم نبص لها، اللي هي في إيه؟ اللي هي في خانة الإيه؟ العشرات، اللي العدد ده نبص له. طب نعمل إيه؟ هل ده أكبر ولا أصغر من الخمسة؟ طبعًا أصغر من الخمسة. لو هو بيساوي أو أكبر من الخمسة بنضيف واحد، أقل من الخمسة ما بنضيفش، يبقى مش هنضيف حاجة على دولت، خلاص ونحط ال 13 زي ما هي، تنزل ال 13 معايا زي ما هي، خلاص يبقى إيه؟ قربناه، قربنا اللي هو 1345 لأقرب 100، اتحول إلى 1000 وإيه؟ 1000 وإيه؟ و300. طيب لو حبينا نعمل حاجة تانية، خلاص زي العدد ده كده مثلا 5652، اتنين وكام؟ وخمسين. برضو محتاجين ان احنا نقربه الاقرب كام هنا؟ الاقرب 100. تعالى قربه الاقرب ايه؟ اقرب 100. طيب يلا بينا، الايه؟ الاتنين والخمسة نخليها اصفار اهو، يبقى الاتنين والخمسة اتحولت لايه؟ الاصفار. نيجي للخمسة، خمسة ديت بتساوي الخمسة، يبقى طالما الخمسة بتساوي الخمسة، يبقى اهم حاجة عندي أكبر من أو يساوي الخمسة نضيف واحد، يبقى نحط واحد فوق كده أهوت. أقل من خمسة ما بنحطش حاجة. طب واحد زائد ستة سبعة، يبقى سبعة وكام هنا؟ سبعة وإيه؟ وخمسين. يبقى أنا كده قربت الأقرب إيه؟ لأقرب إيه؟ 100. كده قربنا الأقرب إيه؟ 100. ماشي؟ طيب حبينا نعمل كمان واحدة ونشوفها مع بعض، مثلا إيه؟ 1392. 1392 عايز نقربها لاقرب ايه؟ احنا قلنا لاقرب 100. طب يلا نقرب لاقرب 100 كده، قلت يبقى يلا نبدا. الاحاد والعشرات اول رقمين نخليهم اصفار، اه مفيش اي مشكله عندك صح. بنشوف التسعه بقى، التسعه ديت مالها؟ خلاص نبص للتسعه، التسعه دي اكبر من الايه؟ اكبر من الخمسه، نيجي حاطط واحد فوق الايه؟ فوق الايه؟ التلاته. واحد وتلاته اربعه، وننزل الواحد يبقى ايه؟ 1000 وايه؟ 1000 وايه؟ و400. 1000 وكام هنا؟ وايه؟ و400. كويس؟ طيب نتكلم على دلوقتي على التقريب الاقرب ايه؟ 1000. تعال بقى نشوف مع بعض ازاي لو عندي رقم زي ده كده او عدد زي ده كده، عدد زي ده كده بيقول لي ايه؟ قربوا الاقرب مين؟ اقرب مين هنا؟ الاقرب ايه؟ 1000. طيب
يبقى تعال نقرب دوت الاقرب ايه 1000 زي ما انت شايف معايا. فبنعمل ايه؟ بنيجي على اول رقم وثاني رقم وثالث رقم، احد وعشرات ومئات نخليهم اصفار، يبقى نبدا نحط كل دول قياس 1 2 3. نيجي على مين؟ نيجي على الخمسه. الخمسه دي بقى نبص العدد اللي هو اخر رقم في عند 1 2 3، الرقم ده بنبص له خمسه او اكتر يبقى لازم نضيف واحد على اللي بعده. ضيف واحد يبقى واحد زائد أربعة كام؟ خمسة، يبقى ايه نحطه خمسة وايه وتلاتين. يبقى هنا الرقم بتاعي كده هوت قربناه لأقرب مين؟ لأقرب ايه ألف. كده قربنا ده لأقرب ايه ألف. طيب تعالى ناخده مسألة تانية خلاص زي المسألة دي كده، بيقول لي تعالى قرب دهوت الأقرب مين بقى دلوقتي. لاحظ معايا كده وركز، قال لي هقربه الأقرب ايه ألف برضه. طيب الأحاد والعشرات وميات نخليها أصفار، أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة، سهلة جدا عملية بسيطة جدا ما فيهاش مشكلة أهو صح كده. نيجي بقى نبص لمين؟ للستة، العدد اللي هو ده خلاص آخر عدد هنا هو اللي هو إيه الستة ده. الستة ده هو أكبر من الخمسة، بنضيف واحد على مين؟ على الإيه التاسع. واحد وتسعة كام؟ تعالى نقول واحد وتسعة عشرة، صفروا معايا الواحد، واحد نحطه على التمانية على السبعة يبقى تمانية، يبقى معانا واحد. خلي بالك ما هو نقول واحد وإيه؟ واحد وتسعة عشرة، صفروا معايا الواحد، حط الواحد هنا، واحد وسبعة كام؟ تمانية، يبقى أنا كده قربت أصبح الإيه بالصورة دي، كويس؟ طيب تعالى خد حاجة تانية، خلاص زي مثلا إيه؟ زي الرقم ده هو كده أهوت، وقول لي قربه الأقرب إيه؟ أقرب ماشي؟ قربه الأقرب 1000. طب تعالى نقرب ده الاقرب 1000 كده. بص معايا كده، اول حاجه الثلاث ارقام الاولانيين دول هنخليهم ايه اصفار، يبقى ادي صفر زي ما هو، والواحد بقى صفر برده، والاثنين ايه صفر. طب نبص للاثنين، خلاص خد بالك من الاثنين دي، الاثنين دي مالها؟ ما بتديش صح، ما بتديش لان اقل من الخمسه خلاص. طيب نعمل ايه؟ نكتب ال 13 زي ما هي كده اهوت، يبقى الناتج في النهايه يطلع لي بكام؟ ب 13000. 13 ايه؟ 1000. يبقى انا قربت الرقم ده اهوت اللي هو 13210 الى ايه؟ قربناه لاقرب 1000 الى 13 ايه؟ 13000. طيب تعالى نشوف مساله كمان ماشي؟ رقم زي ده كده اهوت. خلاص برضو عايز نقربه لاقرب مين دلوقتي؟ الاقرب 1000. طيب زي ما قلنا طالما انا بنقرب الاقرب 1000، اول حاجه نشوف كام صفر؟ 3 اصفار خلاص. انت بالراحه كده بص كده، الاقرب 1000 يبقى كام صفر؟ 3، يبقى حط 3 اصفار اهو، مفيش اي مشكله عندك، دي حاطط 3 اصفار زي ما انت شايف اهو، يبقى انا كده حطيت 3 اصفار. طيب نيجي على العدد اللي هو اخر رقم 1 2 3، يبقى ده اخر رقم كده. طيب السبعه اكبر من الايه الخمسه، اكبر من او يساوي الخمسه صح؟ يبقى حاطط رقم فوق الايه الواحد فوق الاربعه، اربعه واحد خمسه، اربعه واحد اديني خمسه، يبقى التقريب طلع لي بكام؟ بايه؟ بخمس ايه؟ تلاف. كويس؟ طيب تعالى نشوف المساله الاخيره ديت مع بعض كده، اعطينا رقم زي ده كده خلاص، وبرده بيقول لي ايه؟ قربوا، تعالى نقربوه لاقرب ايه؟ لاقرب 1000. انا بنقرب الوقت ايه؟ اقرب 1000. في 1000 يبقى 3 اصفار خلاص، انا من ايه؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. طيب يبقى 1 2 3 تيجي للرقم ده، خلاص الرقم ده اهو شايفه معايا، يبقى ادي 1 2 3 الرقم ده الثالث ده. طيب اقل من الخمسه ما بيديش، يبقى تكتب 7. عمليه سهله جدا وبسيطه جدا زي ما انت شايف. واخيرا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو للأصدقاء والفيسبوك.